مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، واليوم الأخير في المجموعات في دوري المجموعات للبطولة الأفريقية للكرة الطائرة سيدات. النهاردة الأهلي بيواجه نادي الجمارك الكيني، نادي الجمارك عفوا النيجيري. مباراة مهمة لأن الجمارك كسبان ماتشين والأهلي كسبان ماتشين، اللي يكسب يبقى أول المجموعة الأولى واللي يخسر يبقى تاني المجموعة الثانية. نتمنى فريق الأهلي النهاردة يبان بشكل أفضل بشكل أحسن من الماتشين الأولين. كابتن حمدي واللاعبات قالوا إحنا كنا بنجرب وبنظبط أمورنا، إن شاء الله المباراة جامدة جدا النهاردة مع فريق الجمارك النيجيري. خلينا نستعرض الأخبار النهاردة، الصحافة قالت إيه عن بطولة أفريقيا للسيدات. في الموقع الرسمي للنادي الأهلي، سيدات طائرة الأهلي يواجه الجمارك النيجيري في البطولة الأفريقية اليوم السابع. سيدات الأهلي أمام الجمارك النيجيري في ختام الدور الأول بالبطولة الأفريقية. في الفجر الأهلي يواجه الجمارك في بطولة أفريقيا لكرة الطائرة للسيدات. البوابة نيوز، فريق سيدات طائرة الأهلي يواجه الجمارك النيجيري في البطولة الأفريقية. صدى البلد، آخر خبر معنا، سيدات طائرة الأهلي يواجه الجمارك النيجيري في البطولة الأفريقية. زي ما احنا شايفين قدامنا كل الجرائد وكل الناس والمواقع بتتكلم على مباراة النهاردة، المباراة المهمة بالنسبة للنادي الأهلي. عندنا النهاردة في الحلقة هنستعرض نتائج امبارح وموقف الفرق بعد مباريات امبارح قبل مباريات النهاردة، لأن عندنا النهاردة 8 مباريات في البطولة الأفريقية، والنهاردة ختام الدور الأول اللي هيحدد في 6 فرق اتحددوا ووصلوا خلاص، وناقص فرقتين بس يتحدد اماكنهم عشان يعرفوا مين الفرقه اللي توصل لدور الثمانيه. خلينا نستقبل كابتن يسرى عبد الكريم نجمتنا ومحلتنا في قناه الاهلي، لا تتكلم معانا عن نتائج امبارح والمجموعه الاولى وترتيب المجموعات كلها. كابتن يسرى، ازي حضرتك؟ كله كويس؟ اتفضلي. يلا بينا نشوف نتائج مباريات امبارح، ايه اللي حصل فيها؟ هنقول ترتيب يعني ماتش ماتش. في الجمارك النيجيري الماتش 3-1، المباراة دي يا كابتن يسرى كانت في المجموعة الأولى وبين الجمارك النيجيري وكانون الكونغولي، احنا كسبناها 3-0. الحقيقة الماتش ده كان بيحدد بنسبة كبيرة قوي مين هيطلع تاني المجموعة الأولى وهيطلع يصعد لدور الثمانية. فكان مباراة الشوط الأولاني انتهى 26-24، كان فيها مباراة حماسية جدا، وبعدين بعد كده الجمارك النيجيري قدر يسيطر على المباراة وكسب المباراة 3-1. كويس. المباراة الثانية هنستعرض النتائج كلها عشان نتكلم مع كابتن يسرى في كل الماتشات. الأنابيب الكيني 3-0 مع الصيد المصري، والسجون الكيني 3-1 مع المجمع البترولي يكسب الجزائر في المجموعة الرابعة، وسبورتنج المصري بيفوز على نادي البنك التجاري الدولي 3-1، وأسيك الإيفواري 3-0 مع الشمس المصري. ثاني مباراة كانت عندنا الأنابيب الكيني والصيد المصري، والصيد بيقدم مستوى يعني أعتقد ان هو عنده فارق خبره كابتن مصر. الحقيقه بالنسبه للمباراه دي فالانابيب الكيني هو تقريبا بينافس النادي الاهلي دايما على صداره بطوله افريقيا وهو فريق عظيم وفريق ليه تاريخ كبير، حتى لما اتكلمنا على سجل البطولات فهو من النادي اللي محقق 5 بطولات افريقيا. الصيد المصري حقيقه نادي الصيد انا بشجعه جدا عشان فرقته عناصر فرقته عندها 16 و18 سنه و20 سنه وبينتظرهم مستقبل باهر ان شاء الله، فدي تعتبر اول تجربه ليهم في بطولات افريقيا فكان شيء متوقع جدا. وبالنتيجه بتاعت دي تقريبا احتل النادي الصيد المصري المركز الرابع في مجموعته. المركز الرابع، شايف تجربه الصيد المصري جوه البطوله الافريقيه شكلها ازاي؟ انا بشجعه جدا وبقول له برافو ان انتم برغم المخاطره الكبيره لاول مره ان انتم تشاركوا في بطوله افريقيا، لكن الخبره اللي هتكتسبها البنات هتعود عليهم بالنفع بعد كده. ينتظرهم في خلال الاعوام القادمه ان هم هينافسوا ان شاء الله على البطولات العربيه او البطولات الافريقيه. الماتش الثالث فرقتين كبار جدا، السجون الكيني بيخسر من المجمع البترولي 3-1. صراحة المباراة دي كانت مفاجأة من العيار الثقيل. السجون الكيني فريق قوي جدا، يعني كان كل المتابعين ليه طبعا المجمع البترولي فريق بيمتاز بالاستقبال الجيد وبالدفاع الجيد جدا، بس ما كناش متخيلين ان النتيجة هتطلع 3-1. النتيجة المباراة دي الحقيقة كان ليها هدف تاني اصلا بعد النتيجة بتاعتها، ان ادت الامل لفريق الشمس المصري ان هو كده النهارده لو كسب السجون الكيني في المباراة اللي هتقام الساعة 7 مساء هيبقى هيدخل
كتاني مجموعته، فان شاء الله نتمنى فريق الشمس كل خير. كابتن نصرة كده المجمع البترولي الجزائري وصل خلاص، دخل خلاص للدور الثمانيه بالنقاط الكامله الحقيقه. طلع ايوه كسب، لعب ثلاث مباريات، كسب الثلاث مباريات، ثلاث مباريات اربع مباريات عشان مجموعته خمس فرق، خمس فرق دي المجموعه رقم اربعه. وشايفه النهارده سجون الكيني وفريق الشمس مباراه؟ اتمنى سجون الكيني للاسف المباراه الماضيه اللي هي انتهت مع المجمع البترولي اصيبت لعيبه متميزه جدا في السجون الكيني، جالها رباط صليبي، نتمنى لها الشفاء العاجل، والنادي الاهلي طبعا اهتم بيها ووداها المستشفى وعمل لها كل الاشعاعات والاجراءات اللازمه لعلاج اللعيبه. هو ده النادي الاهلي لما بيعالجوا لعيبه، انا اعتقد ان كان النادي الاهلي فضل وراها لغايه لما بقى كل امورها تمام. الحقيقه هو ده الفرق بين تنظيم النادي الاهلي لبطوله افريقيا واي انديه اخرى. فالنادي الاهلي يعني بيبقى انت داخل البطوله انا بتكلم كاني فريق خارجي، ما بقاش شايل هم الناحيه الطبيه، ناحيه الاقامه، ناحيه المعيشه، ناحيه النقل، كل حاجه النادي الاهلي بيوفرها على احسن وجه. نروح للمباراه الرابعه والمهمه، مباراه سبورتنج المصري والبنك التجاري الكيني، مع ان البنك التجاري الكيني من ابطال افريقيا، لكن نادي سبورتنج بيفوز بالمباراه 3-1 واعتقد بيضمن التأهل لدور الثمانية. حقيقة نادي سبورتنج أمس أدى مباراة أكثر من رائعة بقيادة المدير الفني العظيم كابتن ماجد مصطفى. طبعا كابتن ماجد كان صانع ألعاب النادي الأهلي لفترات طويلة طبعا، وكان عامل تشكيلات هجومية ودفاعية، وكانت البنات نازلة حماسية جدا. وطبعا المباراة دي ساعدت أن سبورتنج هيصعد كثاني مجموعته بعد نادي قرطاج التونسي. طبعا البنك التجاري الكيني ده فريق كبير جدا، ده من لو احنا برضو اتكلمنا على سجلات فوز البطولات فهو حقق بطوله الانديه ابطال افريقيا مره واحده. فكانت مباراه اكثر من رائعه، والف مبروك لسبورتنج، ونتمنى لهم انهم يكملوا على هذه الصوره اللي ظهروا بيها امبارح. يا رب. البنك التجاري النهارده هيلعب مع قرطاج التونسي، شايف الماتش ازاي؟ انا شايفه ان المباراه بتاعت امس هتاثر عليه جدا، ان هو ما كانش متوقع الهزيمه من سبورتنج المصري. طبعا هيحاول يدافع عن بقائه في البطوله، عشان النهارده لو ما كسبش قرطاج هيطلع بره البطوله خالص. هسالك سؤال بصراحه شديده، يسرى عبد الكريم توقعت فوز نادي سبورتنج على البنك التجاري الكيني؟ كنت بتمناه، كانت من امنياتي واحلامي لكل الفرق المصريه انها تكمل وتعبر، ان يبقى في اربعه مصريين فرق مصريه في الدور الثمانيه. بس الصراحه يعني كان بنسبه 60% ان البنك التجاري بالنسبه، عشان عندهم خبرات افريقيه كبيره. لكن سبورتنج المصري السنه دي تاني مره، تاني عام على التوالي بينزل البطوله العربيه، واول مره يشارك في بطوله افريقيا. خلينا نخش لاخر مباراه، كابتن يسرى اسك الافواري مع نادي الشمس، كابتن تهاني توسن بتفوز باول مباراه ليها 3-0 مع اسك موزه الافواري. هي كانت مباراه من جانب واحد، الف مبروك لنادي الشمس. المباراه دي فتحت له سكه ان هو يبقى في امل النهارده مع نادي السجون الكيني. لو كسب نادي السجون الكيني هيصعد تكاني مجموعته، وكانت هتبقى مفاجاه كبيره قوي لينا. احنا طبعا كاهلاويه بنشجع النجمه الكبيره الاسطوره تاني توسن، ونتمنى لها كل خير النهارده. طب نادي الشمس والسجون الكيني ايه رايك؟ شايفه الحسابات ازاي؟ الماتش في الملعب الحقيقه انا متوقعه ان نادي الشمس بالرغم من غيابات كبيره جدا، زي ما انا قلت لك قبل كده، ندى معوض، نوره معوض، فرح رمزي، كثير من اللاعبات مش موجودين، عندهم فرق لعيبه كتير مصر. عندهم صراحه نادي الشمس بيهتم بالكره الطايره من الناشئات لحد الدرجه الاولى. يعني انا اتمنى طبعا فوز نادي الشمس، عشان كده يبقى ثلاث فرق مصريه في دور الثمانيه ان شاء الله. نتمنى الفوز نادي الشمس، اتمنى فوز الكابتن تهاني توسن يا رب ان شاء الله، الكره الطايره في مصر. خلينا كابتن يسرى نشوف ترتيب المجموعات بعد نهاية اليوم الرابع اللي هو امبارح. في المجموعة الأولى الترتيب بعد ماتشين، الأهلي الجمارك كانون يو اس اف اي البوركيني، أعتقد الأهلي والجمارك 6 بونت 6 بونت، رأيك إيه؟ رأيي إن طبعا الحمد لله إن إحنا أتمنى إن إحنا النهاردة نكسب الجمارك النجيري عشان نعبر بالعلامة الكاملة. ومباراة اليوم يعني طبعا الجمارك النجيري هيبقى أحسن من الفرقتين اللي إحنا لعبناهم قبل كده، وأعتقد إن هي مباراة هتبقى فيها تاكتكس كتير جدا من المدير الفني للنادي الأهلي كابتن حمدي الصافي العظيم. طبعا مش قلقانة مباراة النهاردة الجمارك ما يقدرش ممكن يحقق مفاجأة للنادي الأهلي، ولا الاهلي خبرته اعلى من الجمارك؟ الحقيقه نادي الجمارك النجيري فيه اربع لاعبات العمر بتاعهم بيتعدى 30 عاما، وهما صحبات خبره كبيره قوي، سواء على المنتخب النيجيري او سواء على النادي نفسه. وكان في طبعا لعيبه استر دوسو، دي لعيبه محترفه كانت عندنا، جات لنا النادي الاهلي وبتلعب النهارده. لعبت معاك يا كابتن نصر؟ لعبت معايا وكسبنا بطوله 2005 و 2007 بطوله افريقيا، وخدت احسن لعيبه في 2005. هايل. هنروح للمجموعه الثانيه ونشوف المجموعة الثانية، نادي قرطاج التونسي والبنك التجاري
وسبورتنج المصري زي ما احنا شايفين بعد مباراه امبارح في قرطاج التونسي لعب مباراتين فاز في 2 6 نقاط، والبنك التجاري الكيني مباراتين خسر واحده فاز واحده وخسر واحده وثلاثه بونت، وسبورتنج المصري لعب مباراتين فاز في واحده خسر في واحده ثلاثه بونت، وفي الاخر دي جي اس اي بي كونغولي لعب مباراتين خسر معهوش ولا شيء من النقاط. رايك ايه في ترتيب المجموعه؟ اعتقد ان سبورتنج كسبان الماتش بتاعه. فالجدول ده اتغير يعني. الجدول ده اتغير على امس على نتائج على يوم الرابع. لا انا تفضل. اعتقد النهارده بعد المباريات النهارده ان شاء الله كارتاج يقدر يستطيع الفوز على البنك التجاري الكيني، وبهذه النتيجه سيصعد ويعبر فريق سبورتنج المصري لدور الثمانيه. لاي ظروف لو البنك التجاري الكيني كسب كارتاج التونسي هيبقى في حسابات، هيشوفوا بقى النقاط وهيشوفوا المباراه اللي هي بين كل فرقتين يعني. مثلا هينظروا لمباراه البنك التجاري الكيني وسبورتنج المصري. احنا طبعا متفوقين فيها ب3 أشواط مقابل شوط كويس. فبهذه النتيجه سنصعد، سبورتنج المصري سيصعد لدور الثمانيه. كويس جدا. هنروح للمجموعه الثالثه. المجموعه الثالثه اللي بيهمنا فيها نادي الصيد المصري، بس يعني هو جاي في الترتيب في الاخر. ترتيب الانابيب الكيني مبارتين معاه 6 نقاط، وفاب الكاميروني ماتشين معاه 6 نقاط، وكده الاثنين وصلوا. ريفينيو رواندي 0 من النقاط، والصيد المصري لعب ماتشين ولم يفوز في المباراتين. رايك كيف الترتيب يا كابتن يوسف؟ رايي ان هو ترتيب منطقي جدا بالنسبه للخبره الافريقيه، وبالنسبه لطموح نادي الصيد ان شاء الله الجاي احسن وافضل بكتير ان شاء الله باذن الله. هنروح للمجموعه الرابعه، والمجموعه الرابعه دي فيها حكايه كبيره عشان خاطر كابتن تهاني توسن. كابتن تهاني توسن الكابتن بتاعنا الكبير اللي كلنا بنسبورت النهارده كابتن تهاني توسن في مباراه مهمه جدا. خلينا نشوف ترتيب المجموعه بعد اليوم الرابع. بعد اليوم الرابع ترتيب المجموعه المجمع البترولي 3 مباريات العلامه الكامله زي ما حضرتك قلتي، بس مع 8 نقاط. ايوه. علشان كسب كل مبارياته ب3 أشواط مقابل لا شيء. او 3 أشواط كسب ماتش الشمس 3-2 فخد نقطة. اللي بيكسب اي مباراة بتطلع 3-2، الفائز بياخد نقطتين والخسران بياخد نقطة. فهي دي الحاجة الوحيدة اللي هي خلتنا 8 نقاط، ان 8 نقاط المفروض يبقوا 9. فهي النقطة دي اللي قلت 3-2 مع فريق الشمس مصر. السجون الكيني 3 مباريات فاز مباراتين وخسر مباراة و 6 نقاط. نادي الشمس المصري 3 مباريات لعب 3 مباريات ومعاه 5 نقاط، ونكومبو الاوغندي 3 مباريات معاه نقطتين، واسك الايفواري 4 مباريات فاز في مباراه واحده وخسر 3 ومعاه 3 نقاط. رأيي ان المباراه اللي بتتلعب دلوقتي هتحدد حاجات كتير جدا. طبعا احنا عارفين لو احنا طلعنا النادي الاهلي طلع اول مجموعته هيلعب في الدور الثمانيه مع تاني المجموعه اللي هيطلع هنا، فاما هيلاعب السجون الكيني او هيطلع الشمس المصري. وانا المباراه على ارض الملعب دلوقتي. وانا اتمنى الشمس المصري، النادي الاهلي يقابل الشمس المصري في دور الثمانيه. ولو قابل السجون الكيني انا اتمنى اكيد زيك بالظبط عشان خاطر كابتن هاني توصل لك. لو قابل السجون الكيني رايك ايه؟ هو كابتن حمدي الصافي اكيد هيدي لكل مباراه يعني الدراسه بتاعتها والاهميه بتاعتها، وايا كان سواء السجون المصري او الشمس السجون الكيني او الشمس المصري هيبقوا نازلين دارسين كويس جدا الفرقه المنافسه. والبنات اعتقد ان البطوله على ارض مصر ان شاء الله البنات هيبقى كلهم حماس، وان شاء الله الجمهور يبقى موجود، وان شاء الله البطوله اهلاويه. الجماهير ايه؟ الجماهير عندك انت الجماهير هي انا بحب الجماهير بريق. هي الجماهير حياه يعني. انا بحس ان الجمهور طول ما هو موجود في الملعب واللعيبه سامعين السبورت انهم سبورت ليهم وتشجيع ليهم، دي بتعمل حافز داخلي جدا عند اي بنت فاي كوره صعبه بتحاول تجيبها. بيبقوا طبعا عايزين يظهروا قدام الجماهير ان هم يستاهلوا يلبسوا تيشيرت الفانيلا الحمراء، عشان مش اي حد بيقدر يلبس التيشيرت الفانيلا الحمراء. زي ما كابتن يسرى قالت للجماهير، نتمنى الجماهير تشجيع مثالي، تشجيع رائع، تشجيع كل حاجه لسبورت البنات النهارده. مباراة مهمة، مباراة دور الثمانية جمعة سبت، عندنا مباراة مهمة جدا، عايزين الصالة تملى، عايزين الجمهور يشجع لاعبات عشان نقدر نوصل للنجمة العاشرة بإذن الله. خلينا نشوف مباريات النهاردة على اللي حصلت النهاردة من في نادي الأهلي. المجمع البترولي بيلعب الساعة 1 مع نكومبو الأوغندي، والمباراة انتهت 3-0، كانوا الكونغولي ويو اس اي في البوركيني 3-0، فاب الكاميروني والأنابيب الكيني بنتيجه 3-0 للانابيب الكيني، والصيد المصري مع ريفينيو كسب الريفينيو الرواندي
كسب 3-0. كابتن يسرى هقف عند المباراه دي معلش على نادي الصيد ما قدرش يكسب فرقه رواندا كمان. على فكره فرقه ريفينيو الرواندي دي فرقه احتلت المركز الخامس في البطوله السابقه. يعني في بطوله افريقيا اللي اقيمت في نادي الاهلي العام السابق هو قدم عروض كويسه جدا، وهو فعلا بيبين لنا ان المنتخب الرواندي كمان بعد كده هيبقى منتخب بينافس. يعني مش معنى ان هو رواندا ان ما يبقاش في امل. رايك رواندا داخله في الكره الطايره؟ انا اعتقد انها داخله بنتائج العام السابق والعام الحالي. يعني ونكمل المباريات بعد كده. البنك التجاري الكيني بيلاعب قرطاج التونسي، ودي كده قرطاج البنك التجاري الكيني مع قرطاج التونسي، ودي جي اس بي كونغولي عفوا الساعه 5 كان مع سبورتنج المصري، والشمس المصري بيقابل السجون الكيني دلوقتي، والاهلي هيقابل الجمارك النيجيري. خلينا نستعرض مع كابتن يسرى اسماء الجهاز الفني واللاعبات للنادي الاهلي. الجهاز الفني، المدير الفني كابتن حمدي الصافي، المدرب العام ياسر صلاح، المدرب ايمن فؤاد عبد السلام، مدير اداري محمد مجدي، بيبو الشهير بيبو نتمنى له ان ربنا يديله الصحه يا رب. الاديش على بيبو، خلي بالك كريتي على مصر الا بيبو. ليه؟ الا كابتن محمد مجدي ده ربنا يديله الصحه ويفضل على طول. هو كان اداري فريق الكوره الطايره بنات من اعوام سابقه كتير جدا، وهو روحه مهمه جدا. كويس. الاداري كابتن ايهاب حسن، المخطط الاحمال كابتن رانيا عبد العزيز اللي ليها دور كبير قوي في اي مظهر بيظهر بيه النادي الاهلي، علاج طبيعي الدكتوره منة طلّة عادل، المحلل التقني كابتن شريان سامح اللي هي كابتن النادي الاهلي سابقا، واخت كابتن نهله سامح اللي هي كابتن الفريق. طبعا دي من احلى الاوقات اللي انا لعبتها مع نهله. الطبيب الدكتوره ميران محمد. كويس، يلا بينا نشوف قائمه تشكيل فريق النادي الاهلي. كابتن يوسف هتستعرض معانا تشكيل الاهلي. تشكيل النادي الاهلي، احسن لعيبه في افريقيا كابتن ايه الشامي رقم 1، الصاعده الواعده ندى وليد الليبرو رقم 2، مروه مجدي الدكتوره مروه مجدي رقم 4، الاوكرانيه كاترين رقم 5، احسن ليبرو في افريقيا مريم مصطفى رقم 7، قائده الفريق والعمود الفقري نهله سامح رقم 8، العقل المفكر شروق فؤاد رقم 9. كويس، نكمل اسمع جايلك حالا. اتفضلي. اللعيبه اللي ظهرت جديد في صفوف النادي الاهلي وانتقلت من نادي الشمس ونتمنى لها كل التوفيق مع ناديها الجديد، هي لعيبه صريحه طموحه جدا كابتن ساره امين، الغزال اللعيبه المحترفه الثانيه في النادي الاهلي واللي ناس كتير بيختلط عليهم ان هي المحترفه الاوروبيه الجميله فريده العسقلاني. ما هي جميله فعلا، جميله الخلق والخلقه. كابتن نرمين المنشاوي، ميار خليفه، دكتوره رنا الجوهري، سهيله وفيق، مريم متولي. بكده نكون استعرضنا النهارده النتائج امبارح والمجموعات والماتشات. خلينا نخرج لفاصل عشان نستقبل محلاتنا الكبار كابتن شيماء عادل وكابتن